مساء الخير من شارع الحمراء. تطرح قضية استهداف الصحفيين والمصورين منذ سنة إلى الآن، منذ بداية الحرب الإسرائيلية، منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة حتى هذه اللحظة، استهداف الصحفيين مؤخرا في حصبية في جنوب لبنان كان مثال آخر جديد على هذا الاستهداف. تطرح قضية استهداف الصحفيين أسئلة كثيرة، بعض هذه الأسئلة لا جواب له. مثلا، من يحاسب إسرائيل على ارتكاب هذه الجرائم؟ أعرف أن السؤال أبعد من جزئية، ولو أنها يعني محور الحلقة الأساسية، جزئية استهداف الصحفيين بالنظر إلى الدائرة الأوسع اللي هي استهداف كل شيء، بشر، الحجر، الشجر، الإبادة المكانية التي تمارسها إسرائيل في بيروت، في صور، في قرى الجنوب، في غزة أولا وأخيرا، قتل الناس بلا رادع بلا ضوابط. هذه إسرائيل على كل حال. لنعود إلى الصحفيين، لأن هذه المسألة تهمنا نحن كصحفيين، وضيوفنا اليوم مصورون صحفيون وتلفزيونيين. من يحمي الجسم الصحفي؟ هذا سؤال بحاجة لجواب حقيقة. تحدي آخر في هذه الحرب وفي كل الحروب بالنسبة للمصورين، من يحمي صورة المصورين الصحفيين وفق المعايير المهنية أيضا؟ متى ننشر؟ متى لا ننشر؟ ما هي الصورة التي يجب أن نقدمها للعالم بين الموضوعية والمهنية وبين سبق الصحفي؟ كنا نتحدث عن ذلك قبل قليل مع ضيوفنا. على كل حال، بدي رحب بعلي علوش نائب المصورين الصحفيين، أحمد دغيم مصور تلفزيوني في قناة الميادين، حسام شبارو مصور صحفي، وفضل عتاني مصور صحفي. أهلا وسهلا فيكم في شارع الحمراء في هذه الحلقة. كاميراتكم كانوا معكم شيء قبل ما تجوا؟ كأنه حسام شفت كاميرتك معك، فضل كمان مصور سلاحكم هيدا. هذا هلأ ما فينا نظهر بلا للأسف الشديد، لأنه ما بعرف فنين أي ساعة بصير في عنا حدث مفروض نروح نغطيه، لانه الحدث ممكن بين لحظه وثانيه. عم تشتغل مع عدو، يعني بعتقد هذه التنبيهات اللي عم بيعطيها للمساكن بالليل بالاخلاق. هو بس هيك ضحك على الدقون انه نحن عم نعطي اخلاق، بس هو ما عنده ضوابط باي شيء، وشفنا هذا الشيء بغزه وشفناه بلبنان. بدي رحب فيكم مجددا. هلا ذكرت شغله لانه كنت بنقاش مع حدا قبل شوي، بس حتى ما انسى، ولو كمان كان يمكن الموضوع جزئي علي كتير بهمني بلش معك في كانه عتب من البقاع، لانه امبارح بالليل كان في مجازر في البقاع، انه ما في تغطيه، ما عم ياخذ حقه البقاع بالتغطيه كما بعمليات الانقاذ وكما بالسلم قبل الحرب. مظلوم البقاع حتى بالمتابعه الصحفيه والتغطيه الصحفيه وتصوير. ما بعرف اذا مزبوط هيدا الحكي وشو اسبابه. سعد مساك ومسأل الزملاء، الرحمه للشهداء والشفاء لجرحانا اللي صاروا كتار واللي بعدهم من سنه عم يتعالجوا واللي من كم يوم زادوا جروحنا، وبالتالي زاد التحدي. اذا بدك فوت دغري على موضوع البقاع، التقصير من المؤسسات الاعلاميه مش بس بحق البقاع. بدي اقول كلمة هيك، نحنا صرنا عم نموت مش هيك، عم نستشهد. بعد بدنا نستحي كتير. المؤسسات الاعلامية المحلية بعضها والعربية سقطوا على المستوى المهني والاخلاقي. كيف سقطوا؟ لما انت سألت تفضلت وقلت من يحمي المصورين الصحفيين او الاعلاميين بشكل عام، ما حدا بيحميهم. قال فضل نحن عم نواجه عدو شرس قاتل قاهر في كل هاي المواصفات. هذا العدو نحن ما بنطلب منه انه يحمينا، هو جاي يقتلنا من الله. بس يعني شو بدك اجيك ارجع لك على المؤسسات الاعلاميه، من مين بدنا نطلب فرص؟ من الامم المتحده؟ يعني في منظمات حقوقيه كثير بالعالم. انت عم تسالني سؤال وعارف الجواب. منظمات انسانيه وحقوقيه
للأمم المتحدة ونزول كله سقط بمزبلة التاريخ، كله ما له قيمة. من سنة عنا شهداء، شو تحقق لهلا؟ ما في عقاب لإسرائيل من سنة لهلا، ما خلينا مؤسسة دولية ما بعتنا لها، ما خلينا من الأمم المتحدة للمؤسسة الحقوقية للاتحاد الأوروبي، لا 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 لا، ما وصلنا ولا لأي نتيجة. ما حدا فيهم بحاكم إسرائيل وما حدا فيهم بيسترجي حاكم إسرائيل. وبالتالي خليني نشيل شقفة شقفة، الأمم المتحدة واللي حواليها كلهم لا قيمة لهم بهذا الموضوع، الدولة اللبنانية غير موجودة لا قبل ولا هلا، كان في عندك مؤسسات إعلامية مفترض تحترم حالها وتحميك. كيف تحميك؟ أولا بدعمك النفسي والمادي والمعنوي وتعطيك حقوقك، تحميك بتدريبك، تحميك بأن يعني تساهم بالتغطية السليمة للحرب، مش تستغل ضعف وأزمة الاقتصادية لأنها تجبرك لأنك تطلع على تغطي حرب تكون بعدها هي عم تعطيك 100 دولار بالشهر ومش مأمنة على حياتك ومش عملت لك تدريب ومش عطيتك السيفتي. هاي المؤسسات العلمية هيك عملت بالأزمة المالية، ما وقفوا حد الوقت اللي هن مين بيملك المؤسسات الإعلامية؟ رجال أعمال، أصحاب المال والسياسيين، شاك هول الاثنين كانوا عم يستغلوا بكل معنى الكلمة الموظفين والزملاء وقت اللي وقع البلد وصرنا نحن بحاجة فعلا لدعم لألون، ما وقفوا مع لا مع البلد ولا مع الموظفين. فطبيعي لما بتجي الحرب بهيدي الحالة بيكون الإعلامي بلا حيلة في راس في 1200 موقع إسرائيلي طبعا. شو بدي أنا إسرائيل مالي فيها؟ إسرائيل جاي تقتلني، قتلت الزملاء هنو نايمين، هنو نايمين قتلتهم. شو إسرائيل نسيها؟ ما تخاطب إسرائيل، أنا إحنا متفقين إنه هي قاتل وبدها تقتلنا كلنا، لو بصح لنا تقوصنا هلا بتقوصنا وبتقتلنا، هذا موضوع محسوم. العتب على المؤسسات الإعلامية اللي سقطت حقيقة، سقطت بكل معنى الكلمة. طب عندك 1200 موقع إخباري هودي شو مرخصين يعني؟ مرخصين أخذين على المخابرات، خلي 10-15 واحد منهم بده يبعت على الجنوب. شو المعايير بموضوع السلامة والحقوق اللي هني عاملينها؟ التلفزيونات، في بعض التلفزيونات العربية والمحلية ما عندها درع وطاسة تبعت فيها الناس. بتصور كتار منهم عم يجيبوا على حسابهم يعني، انا فئتهم الخاصه. احنا حتى الوكاله حتى النقابه قامت بهذا ومشكور وزعنا على جهود اللي اجونا من الاسكو وزعناهم ورجعنا جبنا من مؤسسات تانية. يعني نحن عندنا 5 دروع ملك النقابه يعتبروا ثروه، ما بعتقد حدا من المؤسسات تانية عندهم 3. شو بس كله بروباغندا وزاد بدهم صور كل شيء يعني. ما في يعني مين بدك تلحقي هلا كل الشباب. نحن تجربتنا القديمه عنا اياهم ملك خاص يعني، نحن جايبينهم قبل مش بحاجه لهم. فضل عنده بعتقد الميادين وحده من المؤسسات اللي امن هذا الموضوع. حتى بموضوع وقت اللي استشهد ربيع انا زرتهم وكان موقفهم مشرف بخصوص عائلته. بتمنى فعلا المؤسسات ترجع تستدرك لانه بكره بتخلص الحرب وبتخلص الازمات والناس بدها تحكي وبدها تارشف وبدها تقول الوقف. بالنسبه للبقاع العزيز، ايه من هذا التقصير وصلنا لهون. يعني من هذا التقصير اللي مبلش منه صار خاطئ كثير انه حسوا حالهم للدوله للمؤسسات وصلنا لهون انه خي طب تطلع على البقاع. انا اذا وياك بدنا نروح نشرب قهوه هلا، مش بدنا نطلع نغطي. إذا ما نشرب قهوة بنركب مشروع بدنا نتكلف عليه واحد من ذات. كيف إذا أنت ما عندك تأمين؟ هذا أهم شيء. ما عندك تأمين حرب. أخلي تلفزيون أنا بدي إياك تستضيف أصحاب مؤسسات إعلامية وتقول لهم شو نوع بوليسة التأمين اللي عاملينها أنتوا للزملاء. خلي واحد يجاوبك علميا شو نوع أنت فكر نوع بوليسة التأمين اللي بننزل فيها على الطوارئ إذا كسر إجره هي ذاتها اللي بتغطي الحرب؟ لا أبدا. هذه بوليسة تانية مختلفة اسمها بوليسة حرب معلنة. نحن بيعلق بحرب معلنة. في شيء اسمه بوليسة حرب معلنة. إذا ما في بوليسة حرب معلنة لا سمح الله أي عطب دائم ما بيعالجوك.
نحن بتقلي مين بيحمينا؟ في الله بيحمينا. شوف تفضل. شو كنت عم بحكي انا؟ ما في كلام ينزل على كلام النقيب، بس انا عندي مشكله مع العالم صراحه. مع العالم؟ مع العالم بالمناطق اكيد. انا هذا خليني استغل هذه الحلقه انا اخر مره شفت لك فيديو كنت عم تعيط على العالم. هلا اذا بدك بنرجع بنحكي فيه، بس بعد شوي اكيد، لانه له مطرح. بدي استغل هذه المقابله لحتى اعلي الصوت فيها. نحن وقت لما عم نروح على البقاع او على جنوب او على الضاحي او على بيروت او على مناطقنا، انا صار عندي بقلب منطقه انفجار. انا ابن هذه المنطقه وابن هذا الشارع ولعبان فيه وربيان انا ولاد هذا الشارع. عندنا مشكله عم نواجهها كثير كبيره، وكل الشباب مش بس انا، العالم مش عم تستضيفنا كضيوف عندها بالمنطقه لنوثق شو عم بيصير. نحن شغلتنا هلا مصورين صحفيين، نعم، بس نحن بخير كمان، نحن عم نرشف كل شيء عم بيصير، كل الجرائم الاسرائيليه نحن عم نرشفها. يعني عندنا مسؤوليه كثير كبيره تجاه مهنتنا، وتجاه ما نخلي ولا صوره او ولا جريمه صارت الا ما نروح نصورها. عم نخاطر بحالنا كرمت هذا الموضوع. العالم عم تستقبلنا بطريقه ما لنا مزبوطه، اغلبيه العالم التوقيف ولمين عم بتصوروا ممنوع وعملاء وما بعرف شو. بالنهايه انا شخصيا وغيري عم بواجهها في كثير، والنقيب بيعرف في كثير عالم عم يعني في عالم عم بتخاف من كاميرتنا، وللاسف هذه كاميرتنا معهم مش ضدهم. في عالم. انا بس بدي اعقب على بس في شغله قبل ما تفوتني، بس شغله قول اجمالا. هذا الموضوع مش بالحرب، في سوق. انا هذا بدي اقوله، في سوق فهم بين الكاميرا وبين المشروع. ما راح الحرب، انا شو قبلك بخافوا من الكاميرا، العالم عندهم الكاميرا بخافوا منا. صحيح. انت لحد عفوا لحد رغم انه كل العالم على الشارع الحمراء وحمير او احمل في التباس. يعني بعطيك شغله معينه بتصير معنا، بتنزل على المطار بدك تصور، بقول لك من المطار اول ما بتوصل شيء شوف الكاميرا بغطوا قلبهم. كاميرا اذن وتصريح واحكي جهاز فلان واحكي مع فلان، لا تقدر مقابل حط كاميرتك بالشنطه وفوت بالتليفون بتصور كل شيء بالتليفون من فيديو لصور، وما حدا اللي بيحكيك شيء كليا. وزائد انه كاميرا الفيديو بالتليفون بتعطيك كواليتي، وبينتشر الفيديو على الانستغرام وعلى التيك توك وبيروح صور بنستخدمهم. بس لما يشوفوا قصه الكاميرا ما بعرف شو مشكلتهم كل العالم، ما بس صح ما بس العالم صح، حتى الاجهزه تلاقيها مشكلتهم. يمكن الحرب شوي الوضع حساس اكثر. لا قبل الحرب. انا بس بدي اكد، عم بقوله فضل صحيح واللي عم بقوله حسام صحيح. قبل الحرب، هلا اذا بطلع انا وياك، كانت دائما الاكثر عالم تحط العين على الضاحي، انه الحزب ما بيخلونا نصور. صحيح بدك تفوت باجراءات امنيه، بس انا وياك نطلع هلا علي منطقه غير الضاحي، اطلع انا وياك هلا عبشري، انا وياك على المختاره، على عين التينه، وين ما بدك، في زعامات سياسيه واحزاب حاكمه بالمناطق، نتعامل نفس الشيء. هلا انا احط كاميرتي اوقف فيها وين ما بدك ببيروت، تيجي على صارت ما نهار بشارع الحمراء، بالحمراء صارت ما نهار بشارع الحمراء. وبالتالي هذا له علاقه بالثقافه والوعي وفهم المهنه وفهم اهميتها وفهم دورها. للاسف انه هذا الشيء مفقود. يعني نحن مش بس محكومين بمناطق معينه، وين ما بتروح خيب على طول انت مراقب ثقافة المجتمع. طبعا. طيب بدي رحب فيك مجددا احمد دغيم، مصور في قناة الميادين، انت زميل للشهيد غسان نجار، وايضا ربيع محمد رضا. محمد رضا، الشهيدين غسان نجار ومحمد رضا، بدي لك يعني تعازينا مجددا لك ولكل أسرة الميادين ولكل أسرة الصحافي والإعلام باستشهاد غسان ومحمد، ووسام قاسم أيضا من الزميلة المنار. أنت جاي بعدك من الجنوب كمان، في ربيع وفي ربيع. طبعا أكيد بالمرحلة السنة اللي قطع السنة على الأرض، نحن مثل اليوم نحن بكون أنا سنة للمستشهدين ربيع عم نحكي عن فرح وربيع. الربيع بالضبط من ساعتها من هلا بكون مستشهد. بعدك جاي من جنوب. صحيح. وانت كنت عم تخوض هاي التجربه كلها، يعني على مدار هيدي السنه كلها، خلال سنه بجنوب. خبرني لك بدايه، لانه كثير مهم استغل وجودك هون لكمان يعني نشوف هيك بعض المشاهدات اللي لك والخلاصات اللي طلعت فيها لحد هلا من هاي التجربه المهمه
في الجنوب. خبرنا عن غسان، أو خبرني قبل توضحت الرواية بالنسبة لاستهداف الصحفيين في حاصبية اللي أدى لاستشهاد غسان ومحمد. هو المنطقة اللي هني كانوا فيها بالشاليهات، كل الصحفيين الموجودين هناك قاعدين بقلب هود الشاليهات وموزعين. ما بدنا نروح لشك أنه هو استهداف ب عم نحكي لا قناة فقط معينة، بالنهاية صحفيين كلهم قاعدين مع بعض. صحيح. هيدا الاستهداف طال الكل الموجودين هناك، الطاقم الصحفي، السيارات الصحفية اللي هو أصلا معروف أنه صحفية، بالعلامات الموجودة بالسيارات المكتوب عليها لا صحن الإرسال. بس عفوا المقاطعة، دايما لما يكون في استهداف للصحفيين بتقول إسرائيل ببياناتها أنه تراجع الأمر أو تحقق في الأمر. تحقق، حققت كتير على سنين كتير، مش بس لهيدي السنة. نحن قلنا عقود وهي إسرائيل اللي شفافيتها فقط يعني تختال الصحفية وكل هيدا تفصيل. ما في مثل ما قال الأستاذ علي، ما في حدا يحميك إلا الله. ما في لا قوانين ولا أي شيء بنص إنه يحمينا. نحن كنا متأملين مثل ما بيقولوا، بس هذا الشيء ما هو موجود. ليك عم تحكي عن نموذجين مختلفين لاستهداف الصحفيين في الميادين، يعني فرح وربيع كانوا بالميدان وقفين عم بيصوروا، وعم تحكي عن غسان ونايمين، ومحمد وقاسم انه نايمين. يعني ما في شو المبرر اللي بده يعطي، وكل العالم طار بالمكان اللي هن كانوا فيه صحفي. لكن نسأل قبل انه هيك سؤال بديهي، وين لازم يوقف الصحفي او المراسل او المصور هلا هو بالحروب لا يقدر يحمي حاله؟ واضح انه ما هي اماكن مخصصه للصحفيين، يعني هيدي المناطق مخصصه للصحفيين. ليك انا اللي بقصف عليه شغله واحده، يعني يمكن عم تسأل الاستاذ علي بالنسبه لموضوع انه البقاع مين بده، انا بلشت فيها تعمدت، بس لانه هي مش جزئية فكرة. هي صار اللي بخوفك اكثر من هيك انه انت حتى لما بيسقط عندك شهداء بعض القنوات واللي معك بقلب بلدك واللي انت وياهم على نفس يعني صحافه مثلك مثله لا يتضامن معك، ما بينعي، بيقطع الخبر عنده عادي. هيدي مشكله، هي مشكله أخطر. على فكره قبل يعني ما كانت اذا انت من قلب الجسم الصحفي، من نقابات لا وكالات لا شو بدك تسميه لا تلفزيونات موجوده داخل البلد، حتى لما في ناس ما بدها تدين هذا الشيء او ما بدها تكون واقفه حدك، توقف على خاطرك، تساندك، تعزيك، انه ما حصل معك ممكن يحصل معه بالنهايه. بكل بساطه جسم. انا برايي العامل الانساني انفقد. العالم هي بس موضوع انسانيه، انسانيه هيدي القنوات او هيدي الفضائيات او هيدي المحطات او المواقع او شو ما بدك تسميها انفقدت. هون لما انت بيكون في تضامن بين كل العالم، هي اول شيء بيقويك. بعدين بتلجأ للأمور اللي حكينا فيها، يلي هي إنه النقابات وكيف بدها تضغط على المؤسسات لتحصل والمقاضاة والمؤسسات والشركات، كل هودي الأمور كلها. فأنت من الأساس ما في حدا، ما في إيد وحدة، هاي بكل بساطة. وهذا الشيء بيترجم على الأرض أنه إيه بالبقاع منسى البقاع، يمكن بس نحن صراحة. في عنا مراسل اسمه محمد الساحلي بنط من الهرمل ومن الى والباقي واقف بشتوره، بحكيك صراحه البعض منهم بشتوره، بس في نحن والزملاء حتى بقناه المنار الوحيدين اللي عم بيكونوا عم بيشتغلوا على هذا الخط، يلي كمان عم بيصير فيه دمار ومجازر وكل شيء بالوقت اللي انت والقنوات اللي حتى اللبنانيه، لانه اولاد هيدا البلد، اولاد هيدا الشيء، انه شو العائق؟ يمكن هو بخافوا من الحمايه، ما في شيء بيحميهم 100%. هذا اللي قال كمان يمكن يكون مبرر في مكان صح، هذا اللي قال عنه النقيب انه ما في عندك تامين صحي، انه صار معك مشكله مين يشيلك؟ انه اذا واحد تعور او صار معه شيء بتنزل بتنعطي؟ صح، هذا اللي عم نحكي غير التامين الصحي، التامين انك انت الحماية حدا يحميك. اخي انا لمين بدي الجا؟ نحن هذيك اليوم لما استشهدوا طلعنا بالرساله، شلحنا الدرع والطاسه، يعني نحن الدرع والطاسه ما بقى لهم فايده. بس هي مشكلة، كلمة برس انه انت ما بتحميك. بس هي مشكلة يا علي، تراجع هذا التضامن بين الجسم الصحفي، مش بس هلا يعني، يمكن هذا باخر كم سنة له اسبابه. يمكن شوف انا لانه قبل ما كان هيك، يعني كان روح انا بدي بالرأي بس بتلاقي حد. انا لي يومين ثلاثة اربعة بتمنى شغلة وقلتها قبل،
وهي لها علاقة باتحادنا وقفنا حد بعض، وانه هذا واحد من اسباب الكبيرة تبع حمايتنا، سبب اساسي. وانا تمنيت كمان على الزملاء اللي مفترض محترفين ما ينجروا لا لصاحب مؤسسة ولا لزعيم سياسي وياخدونا ويزغرونا. اليوم انت عندك دم محطوط بالارض، عندك جرحى، عندك ارواح عم تتنقل من مناطق عم تتعرض، ما بيسوى تزغر حالك وتفوت بخلاف سياسي داخلي محلي وتحكي فيه. خلينا نكبر نعلى لمستوى التحدي اللي حاطتنا فيه اسرائيل. اسرائيل عم تستهدفنا كلنا. وقت اللي استشهدوا الشباب بحاصبية وانجرحوا الشباب، مين شالهم؟ لا ابن عمه ولا خيه، صحفيين شالوا حاله، زملاء الزملاء كلهم بهذا المحل. احنا ما بنعترف بسياسة مؤسسة، ما قلنا فيها. هاي سياسة المؤسسة بتنباع وبتنشرها، وفي تاريخ من المؤسسات تكون بالميمنة تصير بالميسرة، ما هيك؟ وبيقلبوا هن. نحن علينا بنفسنا، بزملائنا اللي على الارض، في مهنيتك واخلاقك يعني. طبعا هول بحدد اللي بده يتمنى، اللي بده يتمنى سياسة مؤسسته الضيقة والصغيرة، ما هي حتقلب بكرة. بس تقلب الطرف اللي هي وهذا اللي عم تمول وبتقلب معه. اللي صار عم يحكي فيه النقيب، احنا كمصورين لما نفوت على الضاحية في مصورين من المنار يتلهني يحمونا، يقولوا لهم ايه هدول كلهم منار، ما يقولوا لهم شو المؤسسة كلهم منار، يقولوا كلهم منار. كل يحمل اسم صحافي واحد من المنار يحمينا كلياتنا. طيب. احنا هذا صحفيين ومصورين عنا روح نحمي بعضنا، كلنا عائلة واحدة، عائلة واحدة يعني ما بنفرق، منار، ميادين، مستقبل، نهار، بلد، كلنا شو اسمه ايد واحدة بنكون على الارض، نحمي بعضنا كلنا بنكون بالارض. شو فضل، شو في بعد يعني تحديات، لانه عم يحكي عن رفع مستوى التحدي اليوم نكون بحجم هذه الحرب بالنسبة لكم كمصورين صحفيين، شو أكتر شيء عم تواجهوه فعليا معوقات بعملكم؟ حرجع أقول لك العالم، حرجع أقول لك العالم بالمناطق عم بتخاف منا. وشيء تاني، نحن أنا برأيي التحدي الكبير هلأ صار أحمي حالي لأرجع على بيتي سالم، لأنه إذا رحت ما في حدا بطالب فيه أو ما حدا بجيب لي حقوقي بكل صراحة. بدك تعمل توازن بين انه تقدم مهمتك ورسالتك وشغلك يعني، بين انه بدي احمي حالي وحقك هيدا اجباري. عم نجرب يعني، احنا عم نفوت على الضاحيه عم نطلع يعني ما تغامر كثير. هو ليك انت مجرد ما اخذت قرار تطلع من بيتك لا تروح على حدث امني، هو هيدا اكبر مخاطره. بس انا عم بحكي هلا على الصعيد الشخصي. انا صراحه بخاف بس لخلص تصويرتي انا وراجع بصير بسال حالي كيف رحت، ليش رحت، ليه تصرفت هيك، كيف تصرفت بعدين تنتبه. اكبر مخاطره انه تروح لهون او رحت، اكبر مخاطره انه تروح ما بيعرف شو بيطلع لك جوا. يعني احنا مثلا هلا عم يكون معنا شباب امرار بفوتات الضاحيه، بقول لك ما تقرب ما كذا، بكون في جسم غريب. بس نكون لحالنا، نحن عارفين انه يمكن يكون في جسم غريب، بس بدك توصل على النقطه لتاخذ احلى صوره تبين فيها حجم الدمار اللي عمله فيك العدو الاسرائيلي. طبعا احلى ابشع العالم. صوره هي ابشع صوره اكيد، احلى ابشع صوره اكيد يعني، لانك بدي اخذها منك هيدي. قلت كنت عم تقول بالفيديو انه الحرب بشعه وصور الحرب بشعه. انا حقلك شغله، انا برفض نجمل صوره الحرب. انا اللي قلته بالفيديو اللي حطيته على السوشيال ميديا تبعي، انه برفض نجمل صوره الحرب. لو شو ما لوناها وكذا حتضل صوره لو تلعبنا فيها مثل ما صار بصوره الطياره. بدي احكي فيها كنموذج، لانه كمان بدي وسع الدائره، لانه التلاعب اليوم بالصور وهذا تزوير وهذا يعني موضوع خطير. على كل حال مرتبط بالحقائق. بعد الفاصل نتابع هذه الحلقه مع اربعه من مصورين صحفيين وتلفزيونيين، والحديث طبعا عن الصوره وحمايه الجسم الإعلامي بعد الفاصل. كفي معكم مشاهدينا في هذه الحلقة من شارع الحمراء. بدي وجه شكر طبعا لإدارة هنا سنتر لمستضيفينا هنا في هذا المكان. هذه ليست المرة الأولى، المرة الثانية
لأنه أول مرة طلعنا ببداية هذه الحرب تقريبا مع بعض الناشطات في حملات الإغاثة. بدي رحب مرة أخرى بأحمد دغيم، بعلي علوش، فضل عيتاني وحسام شبارو، أهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة من شارع الحمرة. طيب، ونحن نتحدث عن الحرب ونتحدث عن الصورة ونتحدث عن متاعب المصورين ونتحدث عن حماية الصحفيين، وعلى كل حال كل هذه القضايا أصلا يعني متاعب الصحفيين يمكن الحديث عنها في السلم وفي الحرب أيضا بطبيعة الحال. يبدو أن هناك حرب من نوع آخر على الصورة نفسها وحماية الصورة نفسها يا فضل، مش هيك؟ لأنه هون بدي أرجع للفيديو اللي كنت عم تحكي عنه قبل شوي، كنا عم نحكي عنه قبل شوي، وبتصور من أسبوع تقريبا، أسبوع تقريبا، خلال قصف إحدى جولات قصف الضاحية أيضا، اللي هي قريبة من مطار بيروت، بس هي مش من مطار بيروت صراحة. خبرك بهذا النهار شو صار، خبرني بس وللمشاهدين شو اللي استفزك وقتها. نحن عم نروح لنصور هول الصور. منطقة الضاحية أول يوم الحرب كانت مضوية، ثاني يوم الحرب طفت كلها، فما عم نقدر نميز الضربة وين نزلت. أكيد بيطلع شوية نار شوية لسواني، بعدين بروح على ما بعرف الإسرائيلي بشو عم يضرب، فما عم نلاحظ حجم النار اللي كنا عم نلاحظه بحرب تموز. برجع على البيت الساعة 2:30 بالليل، أكيد أنت لحالك ماشي على الطريق، كان نحن واقفين على سطح البناية بعز البرد وبعز الخطر اللي نحن عم نقاطره. بينت صورة على انستغرام، بلشوا يبعتوها على الوسائل الأخبار، على جروبات الأخبار، مطار بيروت مولع وراء طيارة، صورة إذا بدك برجع بقول لك ما في صورة حرب حلوة، بس صورة مجملينة كثير، يعني عطينا رمزية ودلالات وأرزة، تحس إنه الطيارة طالعة من قلب النار، شيء مخيف. فاستفزنا الموضوع على السطح نحن واقفين عم نصور، انه ما نشافوا هالنار، ما نحن قاعدين هون ما في نار. رجعت على البيت شي الساعة 2:30 3 الى ربع بالليل، عم جرب شيك الانستغرام تبعي، ما في حدا انقطع معي الا محطتها للصوره. خلص مشيت. انا ما بعمل هول الاخبار وبطلع فيديو وبحكي، ما عن جد ما بعمله ولا مره عمله، يمكن هذا اول فيديو. اخذت قرار افتح كاميرا تليفوني واحكي اللي بقلبي للعالم، انه ما فينا ننشر شو ما كان في مزرعه. بس كيف العالم بدهم يعرفوا؟ يعني معلش، لا هو اذا طل الناس يعني اللي ما يعني هي اعمق فراس الموضوع عندنا يعني. نحن مجموعه من الناس، كيف بدها تميز؟ عندنا مجموعه من الناس والصحفيين بيروحوا على الترند دائما، طيب بدون ما يفكروا. يعني الله يرحمه نيلسون مانديلا وقت اللي توفى، فكره بس بيوقعوا بفخ هذا الموضوع. في شيء في صحافه، حتى في جريده لبنانيه عريقه جدا، جريده الاخبار، ثاني يوم نزلت اولى بهذا الجريد، بهذا السوق. والله هذا شيء يعني مؤسف كجريده الاخبار تنزل بهذا السوق. شوفين بدك بلغ في مجموعه من الزملاء الصحفيين المواطنين، اكيد زملاء مشتركين، بيروحوا على الترند قاعدين حاملين التليفون، بيشوفوا ببلشوا يستنبلوا ويحطوا. الله يرحمه نيلسون مانديلا مره مات من شيء كمان من 10 قد ما بكيوا عليه، حسيت انه كانوا معه بالحبس. انا كلهم تحس يعني هلا هو بينبكى عليه وهيك، بس عم بعطي مثل انا يعني اليوم وحتى ببعض المؤسسات الاعلاميه، واحد بيطلع بيهدد الزملاء وبيعمل بطل، وحدا بيحط صوره حدا عم يرقص وبيردوا على بعض، وشغالين على هالتليفون وعلى هيدا بدون تفكير، بدون وعي، بدون ادرا. هذا الترند المعيب اللي عم بيصير، وانتبه، وهذا الجيل اللي بعمرنا، الجيل الاصغر اوعى انضج، بيعرفوا بالاي اي وبيعرفوا بالاشياء الثانيه. نحن للاسف في كثير من الزملاء ومن الاصدقاء عم بفوتوا بالترند بطريقه معيبه، مش بس بموضوع الصوره، بموضوع التنكيت ليل مع نهار بالحرب، بموضوع الحرب. لا ما فيك تضبط العالم كله، يعني الناس عم يعني العالم بالهجره بالمدارس وشهداء بالارض، مفهوم على الفيسبوك كلها التنكير، هذا موضوع ثاني صار، وحاطين الكذا. هذا اللي وصل لانك انت صوره مزوره مش صحيحه تنتشر طبعا. هذا انا يعني مشاهدينا بس اعطيت كمثال، يعني في امثله يعني يا لطيف قد ما بدك يا لطيف الحكي هذا. بس انه عن جد كيف بدك تميز حسام الناس بين الصوره الحقيقيه والصوره غير الحقيقيه؟ بدها في تدقيق للصوره، بدك تدقق فيها. هو كان نحن كصحفيين عندنا اللي احنا كشق الفوتوشوب اللي بنشتغل فيه، ممنوع تلعب فيها الصوره، يعني فيك تستخدمه
بس ما فيك تلعب فيها الصوره بالمره. يعني كيف تلعب بتشتغل على الفوتوشوب؟ الصوره مثلا مغمقه فيك هذا حق انه تستخدمها تفتحها تغمقها يعني ما بتغير ما بتعدل اصلا الصوره ما, يعني ما فيك تزيد شيء على الصوره. بس بدي اقوله عن كنا قبل نعاني من اللي بيزوروا وقت اللي هنو عم بيصوروا بيسمون بيركبوا صور وبيزوروا هن وعم بيصوروا يعني ما بي يعني هلا انا وياك بيركبوا حكايه الصور نحن قاعدين هلا هيك بيجي هو بيقول لنا لا انت احمله لفراس وفراس يحمل هذيك واحمله خطر عليه شخص ما ركب الصوره ممنوعه هيدا كنا نعاني من كم واحد بيعملوا هيك. هلا المصيبه صارت انه على الاي اي صار اي حدا ممكن يركب اشياء اعمى واخطر. يعني صار عندنا خطر من اللي بيركب قبل ما يصور وخطر من اللي قاعد ورا الكمبيوتر وعم يشتغل اشياء. في شيء معيب صار في شيء يعني على المستوى الاخلاقي والانساني معيب. اول حمايه لك انك انت ما تستعمل وما تكون ترند خي احمد ما استعمل صوره ما بدي اعطي حدا بدي اعطي حدا على استعمل صوره دقق فيها شوف هو مصدر ثقه ولا لا ان شاء الله هو مصدر ثقه يعني حتى يعني. حتى الصور اذا تسمح لي زيد عفوا ما قطعتك نقيب اذا تسمح لي زيد بس حتى الصور هول بالذات تبعوا للميدل ايست تبعوا لل يعني ما بده حدا بروفيشنال ليشوفها انه منا منا ملعوب فيها يا لطيف مبين يعني حدا اللي عاملها حدا بعده عم يتعلم اي اي عامل هذا الشيء او حدا بعد عم بتعلم من جرافيكس عامل هذا الشيء او برانا يعني على مستوى اللبنانيين واضحه جدا جدا مثل ضوء الشمس واضحه كانت واضحه يعني حتى الارز تاعت الطياره مبينه واضحه يعني بس استكمالا اللي كنت عم تقوله انه مش مسموح التلاعب باصل الصوره بالنسبه للمعايير يعني مثلا كيف تلعب بالصوره اذا بدك تلعب ما انه تلعب فيها انه مثلا نحن صورنا يمكن يكون ما الكادر تاعك الوى فيك تجرلسه هذا مسموح مثلا مغمقه الصوره يعني. مغمقه الصوره كانت مثلا بالليل مصور كانت مغمقه شوي الصوره فيك تفتحها فيك تغمقها بس انه تزيد عليها شيء هذا غير فيها ما فيها مصداقيه حتى برا ما بيوثقوا فيك كم صور بقول انه انت بتلعب بالصور وهيدي بال2006 صارت رفضوا مجموعه من الصور بالحرب لانه كان فيها ملعوب فيها صور رفضت كليا كل الوكالات شالت الصور عن الواجر تاعها لانه قالوا في صور متلاعبين المصورين اللبنانيين بيقولوا انه يعني يلعبوا بالصور وهيدي مرفوضه. طيب بدي اروح الى احمد دغيم مجددا وبدي كرر تعازي لك ولكل اسره الميادين بشهيدين غسان نجار ومحمد رضا وايضا كل شهداء الميادين. انت كنت صديق او زميل غسان خبرنا عن شخصيه غسان بالخلال خلال العمل يعني غسان بتعرفوه من اول ما انطلقت الميادين كان موجود فيها. غسان انت عم تحكي معروف انه اسد وكنا اي شيء كان بيصير خاصه اذا في شيء ميداني او حرب اول اسم كان ينطرح هو غسان. غسان مصور حروب يعني صح هو واكب المعارك بسوريا واكب بالعراق ولا صار هلا بجنوب لبنان. غسان قد ايه هو اسد بنفس الوقت هو الحنون الكريم الشاطر. شو يعني اسد بيطحش يعني بيروح على الخطر قلبه قوي قلبه قوي وبيركض حتى ليجيب بالصوره الحلوه اللي هو نحن بنقول عنه كانه والله لقطه حلوه او صوره حلوه بل هو شيء بزعل يعني صراحه من هي الحرب 100% حرب. ولكن غسان قلت لك انا قد ايه هو اسد بنفس الوقت هو هذا الشخص الأب الحنون يعني الأب رغم شو نصوره على الفيسبوك يعني عنده كان الاهتمام لعائلته لابنه للتفاصيل. غسان كان بالشغل يركض لحتى يطور يعني غسان كان مثلا نحن بالشغل ما كان عندنا اول شيء بلش الدرون. غسان كان من اول الناس اللي جاي بدرون على حسابه الشخصي درون لحتى يشتغل فيها لنقل التجربة للشغل لعلم بعض الشباب عندنا بالقسم لساعدهم ونفس الشيء مش بس بدرون حتى بكاميرات تانية بشغله. وغسان اكيد اذا بتعرفه كان قبل بيصور فوتو قبل ما يكون مصور فيديو. غسان هو خساره لكل الصحفيين لكل كل واحد خساره طبعا يعني للمصورين لكل رفقاته للميادين. يعني بدنا نقول له نحن اكيد بدنا نكمل بالمسيره اللي كان هو ماشي فيها ولنوصل عينه وصورته بالطريقه اللي كان هو بحبها. طيب
لك شو الفرق أحمد بين اللقطة التلفزيونية واللقطة الفوتو؟ بما أنك ذكرت أنه كان تلفزيون وفوتو، يعني أنت عندك تجربتك كمصور تلفزيوني كمان، وصار لك سنة عم تصور بتفرق ولا الصورة هي الصورة؟ لا ليك، لا بيفرق أكيد، لأنه هون في صوت وفي شيء متحرك وعرف كيف، والعالم بتحب، لأنه تطور الموضوع صار أنه ناس بتحب تشوف الفيديو الأشياء اللي فيها الحركة. عم نحكي نحن بالحرب يعني للأشياء مثل النار وصوت الانفجار والتطاير وهيدا الشيء للعالم، وخاصة كمان الصوت هو أساسي فيها. الصورة الفوتو ليك يمكن هلأ لأنه عم نحفظ نحن الفيديو، العالم تقدر ترجع له، بس كمان الصورة هي يعني هو كل برجع على أساس هي الصورة، هي الشيء الثابت اللي حيبقى للعالم. الاثنيناتهم هن التوثيقيات لحتى اللي تبقى العالم انت عم بتوثق هيدي الجرائم، عم بتوثق هيدي الشيء للعالم، بدها ترجع له لنحكي عن التاريخ ونفرج الاجيال اللي بدها تجي بعدين انه هيدا الشيء شو. مهم النقطة، لانه عم يحكي عن التوثيق والصورة، بلشنا بالحديث عن محاسبة اسرائيل على جرائمها، ولكن قديه مهم الصورة، سواء الصورة تلفزيونية او صورة الفوتو، لتوثيق جرائم الحرب، لتوثيق على كل حال ما حصل ضد الصحفيين هو جريمة حرب. قدام هم انه عامل التوثيق، يعني بالرغم انه يمكن بالنتيجة ما عم نوصل لمطرح، ولكن للأجيال المقبلة. شوف نرجع كم سنة لورا، ب 93 او 96 صار في مجزرتين ثلاثة من انا كتار سنين لورا رجعت للمجزر اللي صورتها نجلة ابو جهجه زميلتنا منصوري، بتصور اسعاف منصوري. كانت الصور طبعا هي كانت مرعوبة، واطفال عم ميتين بقلب البيك اب والى ما هنالك، وكانوا الصور على المستوى التقني يعني متواضعين، لكن هول الصور هن اللي حطوا على طاولة الامم المتحدة وقتها. صور مجزرة اللي هي صورتها هن اللي حطوا على طاولة الامم المتحدة، واتخذ قرارات الى علاقة طبعا ما نفذتها اسرائيل وبعدها لهلا، بس هول هن الصور اللي انحطوا، اللي قالوا فضل واللي تفضل فيه حسام وأحمد. موضوع التوثيق كتير مهم، له شأن وله قيمة وحيجي دوره بالوقت اللاحق. وبعتقد أنه مهما يعني عظمت الجرائم لابد من أنه نرجع نكشفها ونحطها بمسارها، نرجع نفرجي هالقد حجمها وكيف. واللي طلبوه الشباب بأنه خلينا طالما نحن حاطين دمنا على كفنا وطاحشين حيصير في تسهيل، وهذا الموضوع عم ينشغل عليه بهدوء. لكن اليوم يعني كل واحد من مكانه بيشوف الأمور، يعني الأمن بيشوفها بطريقة، نحن بنشوفها بطريقة، أنت بدك تشتغل شغلك وتعمله، أحمد بده يشتغل، كل واحد بدها تتجوجل الأمور وتصير. التوثيق كتير مهم، كتير ضروري، ما في أصدق من الصورة الحقيقية اللي مش مركبة مثل ما حكينا، هيدي هي اللي فعلا هي رح تكشف العدو مع الوقت ومع الزمن. هذه أهمية الصورة، شو بصور شو ما بصور، شو بنشر شو ما بنشر. أنت اليوم عم تطلع تتابع، عم تصور، عم تغطي القصف الإسرائيلي للضاحية، معك صح؟ بتكون مقرر سلف شو بدك تاخد صور، لقطات معينة، أو هونيك ببين معك يعني التحذيرات الأولوية؟ لا لا، بالليل التصوير، أغلبية التصوير تبعنا هلا عم بكون بالليل. بالليل بيطلع التحذيرات، عم نطلع نترجع منطقة عالية نصور من فوق. نعم. الضاحية عم تنقصف، ما عندك صورة غير صورة الدمار وصورة إذا صار حريق والدخنة. هذا قصدي إنه ما في هامش للتميز كتير، يعني لا. اليوم لما بكون في 30 أو 40 مصور ما بعرف قديه بهاي المنطقة عم بيصوروا كلهم الضاحية كل يوم تقريبا، صح. يعني قديش في هامش لأنا اخذ صورة هون متميزة بهذا القصف تبع الليل؟ ما في عندك هاجس كبير، ما في عندك فرق إذا بدك بين الصور، الفرق بين اللوكيشنز اللي قاعدين المصورين. الفرق بصير إذا بدك بغير نقاط، مثل وقت لما كان في مؤتمر من فترة الجمعة على حاج محمد عفيف على غارة الطيونة، غارة الطيونة في شباب مثلا بعدت كتير ما قدرت تاخد. انا كنت وبقي حدا ما صورها بوقتها، كتار اللي صور، في كتار اللي صوروها كتار ما صوروها، في فضل وبلال حسين صوروا الصاروخ، واضح، بس قصدي حتى الناس يعني عرفوا انه هاي رجعوا كصاروخ، كصاروخ صورة الصاروخ، صورتك انت مصورها، صورة انا وصورة الزميل بلال حسين من الاي بي.
في مصورين كانوا وقفوا ويعني هي لحظة شردة تكنيك يعني. بس خبرني هي كيف هاللحظة أقل من لحظة أنت لا تقدر تلقط الصاروخ ما هو نازل على شو توفيقه هي؟ لا لا بكل صراحة حقيقة عم حكيك بكل صراحة وبكل تجرد والشباب بيعرفوا أول شيء تكنيك بسرعة الكاميرا وتاني شيء يعني ما تترك ولا لحظة عينك تشيل عينك عن الفجر لا تقدر يعني صورة الصاروخ ده بيكون سريع بدك تكون أنت أسرع منه. هذا الفرق بين العالم تاخذ قرار انه انت انه انا بدي اكون اسرع من الصاروخ لا اقدر لحق هذه الصوره فقط لا غير. الصوره اسرع من الصاروخ هذا شيء تكنيك بقبل الكاميرا وشيء فيك انه انت ما لازم تشيل عينك ولا تلتهي ولا ثانيه لانه الصاروخ هلا نحن سمعنا صوت الصاروخ نحن صار عندنا خبره نسمع صوت الصاروخ حينزل يعني حينزل ما في منك نحن صار عندنا خبره اساسا خبرتنا خبرة الأرض بتعلمها كتير غير العالم اللي عم بتصور كان في كتير عالم عم بتصور صورته فيديو هين جدا لأنه فريم باي فريم أنت عم بتصور عم ينزل معك غير الفوتو كليا حتى كان في كتير عالم بالطريق ما خصها معرضة حالة للخطر ممكن أنا أخذ بالحديث عن التلاعب بأي صورة مش بس هي أخذ صورة فوتو من الفيديو أكيد فيك تعمل سكرين شوت أكيد تطلع له ريزوليوشن بس ريزوليوشن بتطلع حسب أي كاميرا مصورة ممكن تاخدها نت ممكن تاخدها فيها سن فلو هذا شيء كمان تكنيك. طيب حسام خبرني عن تجربتك إلى الآن يعني عندك تجربة طويلة بعالم التصوير الصحفي لبنان بلد أزمات وبلد حروب دائما يعني بنتمنى أنه تكون هيدي آخر الحروب على كل حال إن شاء الله. شو اللي بتقرر انك يعني الأولوية لما بدك تروح تغطي انت قصف او الأولوية لشو بالنسبة لكاميرتك ولصورتك؟ انا نحن لما نروح نصور نحن بجمال لما نصور كل الحدث اللي بيكون بوج منك شو بيطلع بس أولوية انا بالنسبة لي بحب الشق الإنساني اللي بيكون موجود بالصورة تفاصيل المخبية احيانا بشتغل على الشق الإنساني اكتر ما بشتغل على الشق انه فرج الدمار فرج بس اوقات الحكم للامور اللي انت بالارض مثلا لما تفوت على الضاحيه او تفوت تطلع على النبطيه لما طلعنا انا والنائب علي علوش على النبطيه يعني ما شفنا الا من الشق الانساني غير البسينات العالم ما في عالم منطقه مهجوره كانت دمار ما فيك تطلع شيء غيره بس انت مضطر مضطر انه تصور هالقصص صحيح حتى موضوع الدمار أثير جدال بشأنه إنه هل أنا لازم أتماها بمكان ما مع بين ولا ما بين بين ولا ما بين أتماها مع تهديدات ناطق باسم جيش إسرائيلي أو لا لأنه هو عم يشتغل على مش هو يعني إسرائيل على توهين إذا بدك العمل النفسي وهذا عمل مهم جداً فكمان هون قديش بده أبرم الكاميرا قد ما بده أبرم الكاميرا على الدمار شو احمد ليك هلا هو والله هيدا خلص امر واقع يعني بدي صور بدي اقول لك شغله انا بجي على رايي الشخصي ما خصه بالشيء مثلا نقول مؤسستي مكلفتني فيه انا ضد فكره اني امشي مثل ما هو بده لانه نحن هلا قدام مثل مسلسل كل يوم العالم تقعد بالليل ناطره لتحضر بنفس الوقت عم بيكون هذا الشيء جدا صعب على اهل واصحاب البيوت يعني نحن عم نكون بمحل انت امبارح بصور العالم بكيت ليه لانه عم فرجيهم لايف عادي بكل رواق كيف بيوتهم عم تنزل يعني هل انا هلا صرت عم بخدم مثل ما العدو بده وعم بمشي بالشق اللي هو العامل النفسي بس بنفس الوقت مهنيتي وبعدين نحن عم نحكي فيها انه احنا بدنا نوثق هيدي الجرائم لنفرجيها هون انت واقع بين هود الخيارين يلي انت مش قادر القرار اللي تاخده هيدي صعبة كتير شو يا نائب شوف نحن لابد من انك تصور حجم الجريمة وحجم الدمار شو بتعرض كمان استنسابه حسب الهدف من الموضوع لكن اذا بدي اقلك انه انت ما صورت ما هو الاسرائيلي عم يبعتهم عم بيصورهم بيت قبل وبعد ولحظة التفجير وكذا وبالتالي نحن فشل نخدمه وفشل نركض وراه ده هادي كبيرة بس نحن اللي عم نقوله لا نحن بدنا نصور لابد من انه نصور بس انا في مثلا هقول لك شغله
انا مكتبي بالصديق ومشاكل المدن بعيده عن الداون تاون فشختان. انا ما صورت نازحين ما قدرت اذا مطلوب مني ما قدرت يا خي انا ما قدرت مش طفل ومره رحت هيك وقفت طلعت ما قدرت ضعفت قدام هذا المشهد ايه بس حسيت حالي يمكن يكون بلحظه اذا يعني صار لكن اذا انتبه في غيري صور فضل بيشتغل انا وياه وكذا ومصطفى صور انا شخصيا اخي ما قدرت اقعد تكتك على هذا الموضوع ما قدرت اطلع بالعالم مستحي خجلان اهلي وناسي صح. وربعي و... صح صح, صح. ووطني إيه شفتهم بالارض شفتهم بين اهل الكرامه واهل النازحين لا انه هول ناس عزيزين وغاليين ما قدرت بصور 100 بنايه توقع وما صور ست قاعده ببيتها مكرمه قاعده بالارض ما بقدر يعني. اذا اضطريت بعملها بس بتقلي بتحب بقول لك ما بحب ما بقدر هذا الموضوع كثير عامل لي هيك يعني انا صراحه وما نزلت مره نزلت وما عدت قد ايه ما قدرت اتحملت شو كنت بدك تقول احمد لا هو يعني شو اللي عم بحكي فيه انه نحن يعني شغلك انك توثق بس بمحلات ما عن جد ما بتقدر يعني مش بس بتضعف يعني كيف بدك تطلع بالعالم هيدي النظره اللي عم شو بدك تقول انا كنت بالضاحيه كنت مين معي حسام لا كان معي هيثم وبلال مش هيك او بلال جويش وبلال جويش وحسن عمار قبل ما يوقفوا الشباب يفوتوا وصلنا مني بعدوا عني 20 متر وأنا ونازل في صار بيني ونزل صاروخ بعيد أمطار هني فكروني وأنا يعني صرنا الموضوع ركضت أنا رجعت لورا على مرايج رجعت بين في فيديو مبين فيه أنا ركضت رجعت لورا لقيت جريح صورته وكبته لما قصر رجعت حطيت عملته لوصلناه لحد الموتسيك رجعت صورته جريح طيب اهون علي جريح اهون علي مصور حدا عم ينزل وقاعد بالارض هذا بطل واقف كان عم يعمل مهمه معينه وكذا بس طبعا هذا العتب يعني هلا انا ما بدي احكي سياسي بس هذا طبعا عتب على الدوله وعلى احزابنا وعلى مؤسساتنا وعلى الان جي اوز وعلى الجمعيات اللي الحمد لله يعني عم فتش عليهم بالسراج والفتيله طيب بتلاقيهم ترجع ان شاء الله بغير موضوع هذا نقاش قديم جديد يعني دائما بدنا نعيشه هذا المعيار عن جد هالقد الانساني بالصوره وما يعرف بانتهاك الخصوصيه احيانا ما بعرف قديش عم توجهوا هذا الموضوع مع النازحين تحديدا والله هذا موضوع كثير كبير وانا يعني كمان بدي في نازحين هن تلقائيا بيبرموا وجههم حقيقة يعني انا بدي اي مسبوك. انا بدي شد بدي 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 ركز على اللي قاله النقيب صدقنا ان انا صورت نازحين بس يمكن اذا بدك بكل هالشهر اللي قطع يمكن عندي مرتين نازحين وكنا عم ننبسط فعليا كنا عم ننبسط انه ممنوع نفوت على مدارس او ممنوع نفوت على مراكز ايواء لتصور النازحين وانا بتصويراتي هن موجودين منشورين يعني اغلبيه التصويرات اللي انا اغلبيه الصور اللي انا حاططها اخذ اذن العالم اللي مصورين فيها وفي عندك عالم مستحيل تقبل تصورهم هذا شيء بقدره يعني وبحترمه بس ما فيك تنزل تصور مين ما كان في عرض في في صح. في في مصايب يعني ما فيك تسال حسام عاده الناس اكيد الناس انا بعطيك الهوم بستار حمراء نزلنا المشكلة اللي صارت لحد المشكلة كيف بدك تصور المرة عم بتقلك أنا معي صيدلية أدوية حد مني قالت لي أنا جاية من حولة هربانة قالت لي على الحدود لواصلة لهون مدام ما أكون عم بتعزز عم بتكرم بهون قالت لي ما حدا جاب لي حبة بنادول فرجتني كيس أدوية هالقد قالت لي معي صيدلية هالقد جايبتها معي وقعدي وحاطة الطوق برقبتها إما امرأة كبير كبيرة السن قالت لي ما احنا عم يطلع أبدا ما يعززونا عم يبهدلونا عم يشيلونا بدي يشوفون وين بدي يزبطونا شي بقول لك بدي ياخدك لهون شي بدي ياخدك كيف بدك تصور بهذا المشهد هذا انت بكون عم تحكي معه الحكي بتقول لك بدي صورك
خليني صوري ما فيك تعمل شيء. طيب انا خلص وقتي، على كل حال بتحبوا بكم تضيفوا شيء نقيب؟ انا بحب بس اختم اذا بيختم احمد بيختم لنا عن غسان وعن الشباب وعن الشهداء كلهم. رح ارجع لعند احمد. ايه رح ارجع لعند ايه. انا ما بدي انا ما بدي زيد شيء على الشباب، بترك الموضوع لانه اللي نحن يعني سعيدين بالجمعة معك. دم الشهداء جمعنا هون، حيجمعنا بالميدان، حيجمعنا على الحدود. نحن مش رح نترك، هذا وعدنا لغسان، هذا وعدنا لباقي الشهداء. زميلنا بالمنار اذا شفتوه قديه هالقلب الطيب والطاهر اللي كان شفته بالفيديو، نحن بنوعدهم مكفيين متحدين وما رح يرهبنا هذا العدو مهما عمل. تفضل. ما في حكي بينزاد على كلام النقيب، وبنأمل يا رب بس حدا يتطلع بقضية هالشباب وينصفهم ونقدر نحاسب لو بشي معنى نحاسب ونجيب لهم. حسام يعني قالوا الشباب كفوا ووفوا، بس كل اللي نحن بنقوله انه ان شاء الله يا رب تكون هيدي اخر الحروب اللي تمرق على البلد، لانه عن جد عن جد عن جد تعبنا. احمد بدي اختم معك خلال بدك تضيف شيء او يعني مثل ما كان عم بقول عليه عن غسان وعن خلاصه تجربتك بتغطي بالجنوب، يعني بعرف يمكن بده وقت هيدا بس انه هيك الخلاصه الابرز لك. اللي قاله النقيب بالنسبه للشهداء يعني عنا بهيدي خلال هيدي السنه من زميلنا عصام عبد الله والكل يعني ربيع وفرح والشباب كلهم يعني هذا وعد وعهد انه نحن صورتنا ما حتنطفي وكاميرتنا ما حتنطفي، نحن مستمرين وبدنا نضل قضيتنا هي الكاميرا، بدنا ندافع عنها لو شو ما كان، بالنهاية هي كلمتنا وصورتنا ورزقنا وكل شيء وصرختنا. شو علمتك التغطية بالجنوب؟ شو أكثر شو علمتني؟ لك على الأمانة هي أول شيء أنه أتمسك بأرضي أكثر، دافع عن شغلي أكثر، دافع عن المصورين أكثر، عن الصحفية أكثر. علمتني أنه بدي ضل ثابت رغم كل الظروف اللي بدها تجي، بس فعلا هي بقول خينا أنه تعبنا ايه تعبنا، بس ولكن ممنوع نستسلم، نحن مستمرين وبدنا نضل. بالنهاية هيدا أرضنا وبلدنا، هولي رفقاتنا وإخواتنا وشبابنا، فنحن بدنا نضل على هيدا المسيرة على الشيء الصحفي اللي نحن كصحفيين كلياتنا متفقين عليه وعلى كل شيء. لما أنت تقول أول شيء بتنزل بتقول على الأرض أنا صحفي، نحن هيدا الشيء ما بدنا نتخلى عنه، بانتظار أنه ترجع تستعيد هيدا الكلمة يعني هيبتها، لانه صح. كان لها هيبه لما تقول انا صحفي، صح كانها تراجعت شوي مع السلطه. ان شاء الله ما حدا لا ما تراجعت، بالعكس احنا هلا اقوى اسباب وقت، لانه لو تراجعت ما كانوا بيحاربونا وبيقتلونا، بس لانه قويه فنحن عم نتوجه بهذه الطريقه. شكرا لك احمد دغيم، شكرا نقيب علي علوش، فضل عيتاني وحسام شبارو، اهلا وسهلا فيكم. شكرا لاداره هنا سنتر ولفريق العمل، شكرا للمشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.